طبيبكم في بيتكم ينصحكم ويساعدكم. دكتور هيلب الآن. مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في حصتكم الطبية دكتور هيلب. اليوم وكما العادة جبنا لكم مواضيع متنوعة إن شاء الله تستفادوا منها. راح نتكلموا عن لو كونسير دو لا بروستات، راح نتكلموا أيضا على لي تيست أليرجيك، ونتكلموا على الاستياتوز إيباتيك ولا التشحم الكبدي وخطره على صحة الإنسان. أما في فقرة التغذية غذاء ودواء راح نتكلموا على مخاطر استعمال الوصفات المنزلية والأدوية من دون استشارة الطبيب. مشاهدينا كل هذه المواضيع راح نشوفوها بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا، موضوعنا الرئيسي لنهار اليوم مهم ومهم بزاف لأنه يهم كل الرجال. معنا دكتور فادي بشيني أخصائي في أمراض الجهاز التناسلي والبولي في ولاية بومرداس، وراح نهضروا على لو كونسير دو لا بروستات ولا سرطان البروستات. مرحبا بك دكتور. شكرا جزيلا على الاستضافه، مرحبا بكم، شرفتنا بحضورك. شكرا. نروحوا مشاهدينا مباشره نشوفوا هاد الفيتياغ وراجعين ليكم. سرطان البروستات البطيء النمو واحد من الاسباب الاكثر شيوعا لوفيات السرطان لدى الرجال عالميا. سرطان البروستات يأتي في مقدمة السرطانات التي تصيب الرجل، حيث أصبح يحتل المركز الأول بعدما كان في السنين الماضية في المركز الثالث بعد سرطان الرئة وسرطان القولون، حيث تسجل الجزائر في السنوات الأخيرة ما يقارب 5000 إصابة جديدة سنويا. فيما يخص عوامل الخطر، يعتبر عامل السن من عوامل الخطر، حيث أن الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، بالإضافة إلى عامل ثاني ألا وهو العامل الوراثي. ولهذا وجب التركيز في الشق الوقائي على الخضوع لفحوصات دورية عند بلوغ السن 50 سنة فما فوق لاكتشاف هذا المرض في مراحله المبكرة. أما بما يخص علاج سرطان البروستات فهناك مرحلتين، يعني سرطان البروستات في مراحل مبكرة، حيث أن العلاج يكون علاج جراحي أو علاج عن طريق الأشعة، وهنا نسبة الشفاء تكون مرتفعة تصل حتى 100%. وهناك الشق الثاني وهو سرطان البروستات الذي يتم كشفه في مراحل متقدمة، وهنا يعني تصعب المأمورية ويصبح يعني العلاج الهدف منها يعني تقدر تقول هو يعني تخفيف عن المريض. الأرقام المخيفة لأعداد الوفيات بسرطان البروستات أدت لتخصيص شهر سبتمبر للتوعية بمخاطره. دكتور فادي بشيني، قبل ما نروحوا نهضروا على لو كونسير دو لا بروستات، ماذا بينا تفهم المشاهدين لا بروستات هذا العضو واش هي الدور تاعو وين جاي في جسم الانسان؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. البروستات هي عباره عن عضو او غده ذكريه بامتياز. لماذا؟ لانها تتواجد فقط عند الرجال. هي غده تتواجد اسفل الحوض وتقع تحت المثانه. مهمتها هي مهمة تناسلية بالدرجة الأولى، بما أنها تفرز هذيك العصارة اللي يسموها الليكيد سبيرماتيك اللي يدخل في تشكيل المني ويمكن من عملية الخصوبة. يعني بالنسبة لدورها في الجهاز البولي، يتقع أسفل الجهاز البولي ويمر عبرها الإحليل اللي هو القناة الناقلة للبول من المثانة، وبالتالي لما يكون عندها بعض المضاعفات عندها تأثير بصفة مباشرة على الجهاز البولي. نعم، يعني باختصار هذه العقدة هذه راهي معرضة مثل جميع أعضاء الجسم للإصابة بعدة أمراض، بينها يعني التورمات الحميدة وكاين التورمات الخبيثة يعني السرطانات.
وهذا الإطار اللي راح نتكلموا على سرطان البروستات. جوستومون وشنو هما الأسباب دكتور اللي يخليو السرطان يصيب هذا العضو؟ هل هو مثلا أسباب وراثية ولا كاين أسباب خارجية نقدروا نتحكموا فيها؟ بالنسبة لأسباب ظهور المرض هذا، يعني انطلاقا من الدراسات الدولية تيقن أنه هذا المرض متعلق بالسن، يعني هو يقيس الرجال فوق سن 50 سنة، وكلما تقدم الرجل في السن كلما هو أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وبالتالي العامل الأساسي هو التقدم في السن. العامل الثاني هو العامل الهرموني، معروف أنه هذا السرطان متعلق بصفة مباشرة بهرمون تستوستيرون الذي هو هرمون ذكري، يعني كلما كانت نسبة هرمون تستوستيرون مرتفعة في جسم الرجل كلما كانت يعني نسبة الإصابة أو الخطر الإصابة يكون أكبر. على كل حال هناك عوامل عديدة أخرى وراثية، هناك عوامل مام إثنيك ما عندها علاقة بلاغاس، يعني عندها علاقة بالعرق تاع الإنسان. نجد أنه في بعض الحالات أصحاب البشرة السوداء أو السمراء أكثر إصابة من أصحاب البشرة البيضاء، أو أكثر إصابة من اليابوني مثلا. هذه أمور متفاوتة على مستوى العالمي، ولكن يبقى الأساس أنه مرض رجالي يصيب الرجال المتقدمين في السن. داكوغ، الآن نروحوا للأعراض دكتور فادي بشيني. الأعراض معروف على لو كونسير دو لا بروستات بلي سي ان كونسير سيلونسيو، يعني صامت نوعا ما، لكن وشنو هي الأعراض تاعو إن وجدت كيفاش تكون؟ حقيقة سرطان البروستات هو سرطان صامت، وهنا يكمن الخطر في أنه صامت، لأنه لو كان جات عنده أعراض أو أي شخص ممكن نقول له على الأعراض هذه يصاب بها يروح يتقدم إلى الفحص. الغرض من هذا يعني التدخل هذا هو أنه نأكدوا على التشخيص المبكر. لماذا؟ لأنه لما تظهر أعراض على مستوى البروستات وعلى مستوى جسم الإنسان ويكون الإنسان مصاب بسرطان البروستات، راح هذه الأعراض تدل على أنه في مرحلة متأخرة، وبالتالي العلاج فيها يكون ماشي متاح وممكن يكون علاج صعب. بينما احنا لازم نأكدوا على المرحلة الابتدائية، المرحلة المبكرة، وين ما تكونش كاين أعراض، وين ممكن المرض يكون في مرحلة البداية، ولو كان نكتشفوه راح تمكننا من أن نتحكموا فيه. هذا الكشف المبكر دكتور كيفاش يكون؟ شكون هي الفئة العمرية اللي معنية به؟ شحال من مرة في العام؟ وكيفاش يكون؟ سي لا كونسلتاسيون عند لوغولوج ولا تحاليل ولا كيفاش؟ لو ديبيستاج هذا اللي هو لو دياغنوستيك تاع لو كونسير دو لا بروستات، إلي تخي سامبل، حاجة بسيطة جدا. التشخيص المبكر ماهوش شرط يديروا عند طبيب مختص، يقدر يديروا عند أي طبيب عام. انطلاقا من سن 50 سنة بالنسبة للرجال عامة، يعني مطالبين أنهم يتقدموا ويطلبوا من الطبيب تاعهم أنه يقوم بالتشخيص. التشخيص هذا هو سهل في حد ذاته، يأخذ عينة من الدم لدوزاج دو بي اس، يعني سي ان اكزام بيولوجيك. والحاجة الثانية هي لمس المستقيم، وين الطبيب يلمس البروستات، غدة البروستات، وإذا كان فيها يعني شبهة الإصابة راهو هو انطلاقا من هذا المعطيات هذوما يقدر يوجه هذا المريض هذا الى الطبيب المختص، اللي هو بدوره راح يقوم بعمليه الخزعه تاع البروستات، يعني يلفا كونفيرمي اسكو كاينه منها ولا ما كانش، اي بي يلفا كيما يقول لك راح يبدا لي ديمارش ثيرابوتيك، يبدا الشفاء، مرحله الشفاء، مرحله المداوات. يعني هذا الشيء هذا هو حاجه سهله. بالنسبه للاشخاص اللي بين 45 و50 سنه، يعني ممكن حتى نلحقوا في ديبيستاج الى حتى سن 45 بالنسبه للناس اللي عندهم دي زونتيسيدون فاميليو. واش معناتها؟ معناتها عنده خالو، عنده عمو، عنده والد تاعو اصيب ديجا بسرطان تاع البروستات. في هذه الحاله لازم يبدا التشخيص بصفه مبكره عن الرجال العاديين حتى سن 45 سنه. الناس اللي يكون عندهم المرضى البروستات حميد نورمال تسمى لاش بي بي اللي كاينه بزاف عند الرجال الكبار في السن، تورم البروستات، اسكو يقدر هذاك التورم تاع البروستات الحميد هذاك تسمى اللي لا بلي با يشربوا عليه دواء او يعرفوه على كل حال، اسكو يقدر يتطور ولي كونسير؟ سؤال وجيه. في الحقيقه ابدا مستحيل انه يتطور يعني تورم حميد الى سرطان، ما يتقدرش يتحول. هما شيئان مختلفان، ممكن يتواجدوا في نفس الوقت في نفس الغدة. عندك ورم حميد اللي هو ليبيرتروفي بينين دو لا بروستات لاش بي بي، واللي هذه العلاج تاعها سهل بالأدوية، وممكن يكون كاين سرطان صامت. المهمة تاعنا هي أننا نبحثوا عن ما هو حميد وما هو خبيث ونتفاداو ما هو خبيث. هذا الان دكتور رانا حابين احنا انا خوفناهم شويه لازم يروحوا يديروا الكشف المبكر، من ماذا بينا ثاني نطمئنوهم. في حاله ما كان الكشف المبكر شحال فرص الاستشفاء عند هاد الناس؟
في الحقيقة يعني هنايا الخبر المفرح هو أنه إذا كان قمنا بالتشخيص المبكر واكتشفنا هذا السرطان في مرحلة مبكرة، وش معناتها مرحلة مبكرة؟ معناتها هذاك السرطان مازال داخل متواجد داخل الغدة على البروستات، ما خرجش خارج الغشاء تاع البروستات. هنا نبشر المشاهدين بأنه نسبة الشفاء هي نسبة 100%، وفي الجزائر يعني نقولها بكلمة يعني بصفة قطعية، سرطان البروستات في مرحلة مبكرة متحكم به في الجزائر من جميع النواحي. لماذا؟ لأنه جميع العلاجات متاحة، هناك العلاج بالجراحة، هناك العلاج بالأشعة، هناك العلاج بالهرمونات، جميع العلاجات متاحة في مرحلة معينة في مرحلة التشخيص المبكر. إذا كان التشخيص درناه في مرحلة متأخرة هنا يختلف الأمر، تضيق شوية نسبة يعني الخيارات المتاحة، الخيارات المتاحة تنقص. جو بونس دكتور خير، اش كان عندك تساؤل فيما يخص المتابعة بعد العلاج؟ جوستمون دكتور، حبيت نسقسيك بابور المتانة، جهاز المتانة اسكو يكون متوشي، وتاني بابور كيما نقول لك الحياة الجنسية تاع بالنسبة للمتانة كيما قلنا هما هي تقريبا عضو واحد يعني مع البروستات، لانهم متواجدين في نفس الاخر وكونتاكت ديريكت. اذا كان سرطان البروستات استفحل في البروستات بطبيعه الحال راح يخرج على مستوى المثانه، وبالتالي الانسان تبدا تظهر له الاعراض هذه اللي كنت نحكي عليها، الاظهار الاعراض المتاخره واللي تدل على الخطر تاع المرض، باللي المرض راهو في مرحله خطيره ومتقدمه اللي هي تبول الدم بطبيعه الحال، واللي الانسان لانه الدم راح يتخلط تاع البروستات راح يتخلط مع البول تاع الجهاز البولي، والانسان يولي يتبول في الدم، وهذه حاجه ماهيش لا تدل ما تطمنش يعني اكزاكتومون. دونك هذا ما نخلوش حنا حتى نلحقوا لهذا المستوى هذايا. لو بيت تاعنا اننا نوعيو الناس بحيث نديروا التشخيص في مرحله مبكره باش ما يكونش ما يلحقوش لهذاك الشيء هذاك. بالنسبه ل يعني تطورات العلاج وما ما ماذا سينتج عن العلاج، يعني هناك عدة طرق للعلاج. أولها عندنا العلاج بالجراحة. العلاج بالجراحة هي عملية صح حقيقة معقدة، ولكنها ميتخيزي يعني متمكنين فيها الجراحين في الجزائر متمكنين فيها. يتم استئصال غدة البروستات هذه، والمريض يشفى في نفس اليوم، في نفس اليوم يشفى من مرض السرطان. هناك عدة طرق أخرى للعلاج، هناك العلاج بالراديوثيرابي بالأشعة، هناك العلاج بالهرمونات. هذا العلاج يأخذ وقت من الزمن، يأخذ حيز من الزمن، ولكن نقدر نقول بلي بعد مرور مدة معينة نقدروا اون بو ديكلاري المريض هذا بلي شفي. يعني رانا نتكلموا هنا بصفة يعني نسطر على كلمة الشفاء، يعني الإنسان سوف يشفى من المرض هذا لو كان نحكمه في وقت مبكر. هذا هو اللي هو الأهمية تاع الحصة اللي درناها اليوم دكتور فادي بشيني. ماذا بينا تخلي ان ديرنيي ميساج جوستومون لهاد الرجال، واش تقول لهم واش تنصحهم؟ الو بالنسبة لو ديرنيي ميساج، يعني أدعو جميع الرجال اللي فوق سن 50 سنة أن يتقدموا عند الأطباء تاعهم كل على مستواه، يعني يطلبوا أنه يقوموا بالتشخيص هذا. لماذا؟ لأنه هذا التشخيص هذا راح يكون وقاية لهم، والوقاية خير من العلاج دائما بيان سور. شكرا لك دكتور فادي بشيني، شرفتنا ونورتنا كما كل مرة. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك. الله يخليك. مشاهدينا تفضل دكتور. الأدوية هنايا لو كان زعما المرضى علاش يهمني، خاطر أنا طبيب الغدد هرمون دوكرينو سيك دوك، لو كان يكون عندنا مريض اللي راه عنده لازم نمدوا له تريتمون باغ لا تيستوستيرون، ما لازم نمدوا له دواء بالهرمونات تاع الذكوريه، اسكو هذاك الدواء راح يزيد من الفرص تاع تكون عنده يناش بي بي ولا الكونسير هذا، يعني يا اما يزيد في الحجم نتاعو الحامض ولا لا ولا ما تزيدش؟ هذا سؤال وجيه ولكنه سؤال جد متخصص. يعني الجواب تاعو راح يكون شويه صعب، ولكن على كل حال العلاجات هذو مدى الهرمونات راح نقدمهم احنا جينيرالمون الطبيب الغدد والصماء يقدمها لشخص يكون صغير في السن. يعني دائما لازم ياخذ في عين الاعتبار باللي الشخص هذا لو كان يلحق لسن في 40 سنه راح يتعامل مع الهرمونات هذه، هرمون التستوستيرون يتعامل معها بحذر، لانها تولي عندها سيف ذو حدين، عنده ممكن حقيقة راح يعالجوا من ناحية معينة، ولكن راه ممكن يعرضوا للإصابة بسرطان البروستات، وبالتالي لازم يوزن. عبك على شخصيتك، على خاطر كان بزاف المرضى اللي كبار في السن اللي يطالبوا بهذا الدواء. ممنوع، يمنع منعًا باتًا. لماذا؟ لأنه هذا خاصة بالنسبة لفوق 50 ولا 60 سنة، يعني هرمون تستوستيرون يعني نوع من الانتحار، يعني لأنه راح يسرع الإصابة بسرطان البروستات. إذا كان راح يجي إذا كان راح يصيبه على سن مثلا 80 سنة
راح يعجل به 65 ممكن يصيب يكون من قبل هذا بعيد شر الله. لانه السرطان البروستات يتغذى من هرمون تستوستيرون، واصلا العلاج كيف يتم؟ هو فكره العلاج بالهرمونات هي فكره بسيطه، هو حرمان الخليه السرطانيه من التستوستيرون. يعني نحن التستوستيرون على الحالات وين ما كاش وين الحالات وين ماشي مريض اصلا، وين ماشي مريض هنا لازم واحد يوزن كما يقول. شكرا لك دكتور فاتح بشيني، شرفتنا انكور اون فوا. مشاهدينا بقاو معنا ما تبعدوش باش نروحوا نشوفوا الفقره التطبيقيه بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في الفقرة التطبيقية اللي راح تدور اليوم على الحساسية. علاش راح تدور على الحساسية؟ لأن الموضوع هذا منتشر بزاف، حاجة الأولى. حاجة ثانية مجهول شوية، كاين بزاف ناس اللي جاب لهم ربي مثلا الحساسية دير الحمى، والحاجة الثالثة وهي المهمة نحاولوا نفهموا علاش نديروا لي تيست اللي نحوسوا بهم على الحساسية، وعلاش نديروا تيست فلاني وماشي تيست فلاني، وباللي سيرتو ماشي كاع الناس اللي يديروا لي تيست. على جال هذا نرحبوا بالضيفة تاعنا دكتور مغربي، مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا. نبدأ ديرك مباشرة بالسؤال الأول. دكتور مغربي، وشنا الحساسية وشنا الأنواع تاعها؟ الوغ كاين حساسيه بطبيعه الحال اللي رانا حنتكلموا عليها هي اللي تخصنا اليوم، دونك اللي رانا حنستعملوا فيها هاد لي تيست كوتاني. داكوغ كاين حساسيه تنفسيه كما الناس يجيهم في 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 الفصل تاع الخريف ولا في فصل الربيع، دي الحساسيات تاع لي غينيت اليرجيك، يبداو يعطسوا عينيهم يبداو ياكلوا بارفوا كاريمون سي دي اليرجي ريسبيراتوار. كاين بطبيعه الحال لي اليرجي الجلديه، بما انه انا طبيبه الجلد دونك هادو هما اللي نشوفهم الاكثريه، يقدروا يكونوا كيما لوختيكير، دونك انسان يكون عنده الحكه وفي 24 ساعه هذوك لي بلاك يقعدوا ينتشروا من مكان الى اخر، في معظم الاحيان 24 ساعه الامور رايحه تدخل على مايورا. وكاين ليكزيما دو كونتاكت، كاين بزاف خاصه في هذا بيريود دو بانديمي اللي جاو اشتكاو لنا منهم، يستعملوا باغ اكزومبل لو جافيل بزاف، لو جيل هيدرو الكوليك بارفوا ميم سي دي بيجو ولا امور هكذا اللي يخلوهم يكونوا عندهم دي رياكسيون كوتاني على شكل شلافط يديهم، ياكلوهم بزاف. اي ا سو مومون لا اون بورا بروبوزي لي تيست كوتاني، مي ماشي من الضربه الاولى، سيتادير ماشي من ان سول ايبيزود دو ايبيزود رانا رايحين نبداو نديرو كاريمون لي تيست كوتاني، نو نخليهم في الحالات وين فريمون سي انفاليدون بور لو باسيون، معناها كاين ان امباكت على الحياه تاعو. أيوة. وما قدرناش نعرفو سامبلومون بلانتيغوغاتوار، ما كي نسالوه ما عرفناش وين منين جات هاد الحساسيه بالضبط. دونك واش راح نديرو حنايا تمك؟ نستعملوا هاد لي تيست، كاين بالوخز تاع الجلد وكاين سكون ابل لي باتش تيست، هادي دوك نوروها لك فوالا. اي بي نزيدو نتكلموا على العفسه اللي هي لي زاليرجي ميديكامونتوز، لانه يعني في معظم الاحيان كما المضادات الحيويه ولا سيغتان ميديكامون كي سون اسونسييل اي تري امبورطون بور لو باسيون. دونك واش انا حنديرو حنايا كي يكون حساس ليهم بزاف ولا خدا بلوزيغ تريتمون ا لا فوا ما قدرناش نعرفوا بالضبط وشنو هو الدواء اللي راهو حساس ليه، ما راناش حنمنعوا عليه هاد الادويه مدى الحياه. دونك كاس كون فافيغ لانتيغي تاع هاد لي تيست كوتاني، دونك سي لي رياكتيف ان برودوي اي لي با رياكتيف ان اوتر، على بالنا الان باللي راهو حساس لهذاك الدواء وباللي يتمنع عليه. أيوة. وهو هو والعائله تاعو جوسكا وهنا نقطه مهمه داير من بعد موراها في الحلقه تاع لما تاع فقره غذاء ودواء راح نحكوا على لوطو ميديكاسيون تاع اللي يشرب دواء وحده. والحاجه الثانيه لما المريض هنا رساله للمرضى، لما تروح عند طبيب ويعطي لك دواء ودواء هذاك ضرك، الطبيب ما يقدرش يعلم الغيب، لانه علاش؟ لو كان جا الدواء ما يقدرش يضرك، لو كان اي واحد يقدر يداوي روحه وما يطلبش الدواء هذاك. ولكن كاين الغالب بعض الادويه اللي يفيدوا واحد ويضروا واحد، بون يفيدوا تسعه ويضروا واحد. دونك لي زاليرجي ميديكامونتوز ماشي حاجه اللي راح تكون دائما. دوكا لو كان تقدري تفهمينا مليح لي تيست هادو، سمعتك قلتينا بلي نلصقوا نديروا تشكاك، وريهم لنا هو معنا. بون ما راناش حنتشكوه اليوم داكوغ، حنعطو جوست نظرة على هاد لي تيست اكوا فو بوفي فو زاتوندر كي تروحوا عند مثلا لاغليرغولوغ وباغفوا واش راهو يستنى فيكم. فوالا واش راهو يستنى فيكم. دونك اون بو الي دي تيست اللي نديرو نستعملوا فيهم الوخز تاع البشرة، سيتادير كون فا اوتيليزي دي زيكوي، مي كيما على بالكم ليكوي انسولين تما تكون صغيرة ما تخافش ماني حندير والو ما توجعش. دونك اون ايكوي صغيرة نحكمو سكون ابل لي زابتين داكوغ، اللي هي دونك المواد اللي رانا حساسين ليهم. بارفوا سا بو اتر دي زاليرجي اليمونتير، دونك نحن باغ اكزومبل دي زيكستري تاع لي كاكاوات، سا بو اتر لي بانان، سا بو اتر بلان داليمون، لافريز
Exactement. La plupart des gens, d'ailleurs, ils sont allergiques. Donc, ça dépendra de la catégorie de test qu'il y a à l'intérieur. On va voir. Bah, l'hien est barre en edouia, d'accord. Où je nous ai l'edouia et les aptènes, ils sont vraiment dilués. C'est-à-dire que c'est un risque. Des marades fifa, tu m'as marché dans le monde. Donc, à la bière, demain, ils te battent déjà à très faible concentration, parce que ça reste mehmaken dangereux de réinjecter la même dose, surtout s'il a fait une réaction sur un œdème de Quincke, trnaq, l'insane ou la sarawlo vraiment عواقب كبيره par rapport l'allergie تاعو. Voilà. Donc on a des ثاني خاطر كاين بزاف اللي تصرا لهم لودام دو كوينك هذا. داير دكتور وباشا هضرت لي عليه قالت لي اسكو هاد لي تيست هادو راح يديروا لودام دو كوينك. جاوبي ايفيكتيفمون ايفيكتيفمون il faut être très attentif, ça se passe في le milieu hospitalier, معناها في 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 السبيطار ماشي زعما ميم با ان كابيني ميديكال, سي فريمون اون ستركتور هوبيتاليير. ولازم تكون ادويه الانعاش ميم فواغ طبيب الانعاش يعني بالقرب. ايفيكتيفمون سورتو سي سي دي زاليرجي غراف اللي صراو Il a par exemple, c'était juste une petite urticaire ou là, effectivement, on peut toujours faire des allergies graves, mais ça restera une allergie. Mais il faut que les awaqib hadouk ils aient dire un œdème de Quincke. Parce qu'il a un insan hada, mon darba loula dar, là, un œdème de Quincke, il faudra être extrêmement prudent. D'accord. Donc l'intradermo-réaction, ماشي تما vraiment سطحيه l'injection اللي رانا حنديروها. Donc عموما حتى نشوفوا واحد une petite بقعه صغيره هكذا بيضاء نديروا لها لو ستيلو انديليبي نماركيوها ونخلو لو باسيون نخلوه ونعاود نديروا القراءه تاعها 24 48 ساعه من وراها. جينيرالمون واش حيصير؟ حيصير الا كان ايتي لو تيست بوزيتيف كاين احمرار وكاين حكه عند هاد لو باسيون. D'accord. Donc, le test, oui, carrément, on a injecté le produit, le apten, dans le jild. D'accord. C'est que nous avons juste le produit, et puis on va superficiellement essayer de piquer la peau, juste une seule. C'est-à-dire, on a mis le doigt. Donc, on n'a pas injecté le doigt, le médicament au niveau du derme. Donc, l'adama, on a injecté, mais c'est comme un micro-nid. On a bien sûr le marquage. On a mis le 24 à 48 heures pour faire des rassas. Ok, le dernier, c'est que les tests cutanés. Je n'ai pas de chica, je n'ai pas de chica. Donc, on utilise les petits patchs. Parfois, il y a des patchs déjà à 10. نستعملوا فيهم دونك لي زاليرجين لي زابتان يكونوا سواء على شكل سائل سواء على شكل قطرات. دونك نستعملوهم سور لومبو هكذايا عموما سي او نيفو دو دو. وعلاش نستعملوهم او نيفو دو دو؟ خاطر مساحه كبيره مساحه كبيره وبي لو باسيون ما يتوشيهاش. Donc c'est pratique pour lui parce que n'oubliez pas que Rob a gardé ça presque 48 heures had le petit patch hadaya. Du coup باش من شغل من ما on va pas l'empêcher يغسل الدرع تاعو parce que كلش يكون ممنوع. وباش يكون بحريه ولا كلاتو ما يحكاش بزاف شو ما طيرش. Surtout pas. Donc au niveau du dos, il a هي ce n'est pas كما قلنا ce n'est pas douloureux, ce n'est pas un examen qui est douloureux. Mais il a bien l'impression au bout de 48, même pas quelques heures, que ça nous dérange, que ça nous embête. C'est tout à fait normal parce que probablement on a eu une réaction positive. Au contraire, tu m'as dit que mais ils au contraire, on l'utilise au niveau du dos. D'accord. Ndiru de large patch f dhar tao, on est sûr comme ça que le patient ne va pas les mêmes marach hykhlat fiha marach hymsahom. On ndiru qira'a tahom. Wach lazem ta'rfou c'est que 5 ayam qbel il faudra bien sûr nhar li trouhou an tabib, machi hadak houa nhar exactement li haydelkom fih le test cutané. Pourquoi? Il va vérifier déjà l'adwiya li rakom tdou. C'est-à-dire il a kontou andkom des antihistaminiques, moddadat el hassasiya, des corticoïdes, wala kayn une liste exhaustive ta des médicaments bayne. تاخذوا فيهم يقدروا يفوسيو لو تيست داكوغ. دونك هذاك الطبيب راح يحبس لكم هاد الادويه مده على الاقل 5 ايام ومن بعد تجيو في لو رونديفو تاعكم فو فات لو تيست كوتاني اي فو روفوني 48 اور ابخي باش نديروا لا ليكتور. وما تخافوش سيرتو بلي ماش تقدر تضركم يا اخي هذه هي. سي هاكم شفتوا سا نو لوي با في مال اوغوزمون بور لي زانترادرمو رياكسيون كيف كيف تما راهم الحقن elles sont toutes petites donc il n'y a pas de risque mais لازمش يخافوا ويجوا surtout كي يكونوا الحساسيات متكرره وفيهم ان امباكت سور لا كاليتي دو. يعطيك الصحه دكتور مغربي ولا عطيتينا بزاف المعلومات هادو. نعاودو نذكروا المرضى بالميساج برينسيبال وكنت عطينا خلاصه برك خفيفه عطر ما بقناش بزاف الوقت ونسقسيو ثاني وجعتك ولا ما وجعتكش؟
ما توجعش. هيا طايمة. تفضلي تفضلي قولي لنا الخلاصة تاعك، عطينا الحاجة اللي نقولوها لهم على الأخر. تما خلاصة القول نقول لهم على الاخر سي كو كونط اون في اون اليرجي كوتاني ما لازمش واحد يلفا بانيكي باسكو يجونا بزاف دار ان ايبيزود دورتيكير ما تعطينيش لي تيست نو أيوة. ان ايبيزود دورتيكير ولا ديكزيما دو كونتاكت نحاولوا جوستمون كي نسقسيوكم نعرفوا شنو هي الحاجه اللي دخلتوها جديده في حياتكم واللي بالك سبت لكم هذا الشيء دركا الا لا شوز راهي ما قدرناش اون ليدونتيفي وتعاود عده خطرات خاصه الا كانت لاليرجي كيما قلنا سي اون اليرجي غراف معناها تقدر تمس بالحياه البنادم ويدير دي زودام دو كوين والوغ سي دي زاليرجين تاع مثلا ادويه مهمه جدا لهذاك الانسان ما يقدرش يستغنى عليها باغ اكزومبل انا جي ان باسيونت كانت لوبوس وعندها لو بلاكيني الحساسه عليه هو احسن دواء لهذا الشيء دونك نعطوا لها الفرصه اون فا تيستي الى صح كانت اون رياكسيون ها اون باس اوت شوز ما كانش اون رياكسيون الحمد لله. يعطيك الصحة دكتور مغربي وانتم مشاهدينا بقوا معنا نجوز الآن إلى فقرة غرفة العمليات. مرحبا بك معنا الدكتور ميري بوت وزي سبيسياليزي اون غاسترو انتيروي باثولوجي اكزاكتومون مرحبا بك ميرسي على الدعوه شوي كونتانت دو بارتيسيبي الفصل الثاني تاع دكتور هلب الله يسلمك الموضوع اللي حين نهضروا عليه اليوم هو التشحم الكبد واش تقدري تقولي لنا في هذا الموضوع الوغ ديجا كو يعطيكم الصحه انكم اخترتوا هذا الموضوع باسكو هام جدا و alors on va commencer d'abord par faire connaître شنو هو التشحم تاع الكبد باسكو عندنا في الصح نوعين
كاين لا ستياتوز هيباتيك اي لا ستياتو هيباتيت نون الكوليك. بون نون الكوليك سي باسكو سي الشحمه هي لا كوز. دونك هي عامه سيليكسيت على غاس سيتادير كاينه الشحمه بزايد اللي راهي موجوده في الكبد. مي الفرق ما بيناتهم انه لا ستياتوز هيباتيك ما تمدلناش التهاب في الكبد، مي لا ستياتو هيباتيت سي لا مالادي، يعني ولينا مرض مؤكد. وهذا المرض اللي il peut se développer vers la cirrhose et donner même un cancer du foie. يعني سي مرض اللي راهو مهم واللي لازم نتكلموا عليه واللي نعرفوه ونعالجوه سورتو. طيب واللي اللي برك تجتمعوا باش نعرفوا اسكو كامل لي ستاتيستيك في هذا الموضوع واش هم؟ الوغ ناخذوا المثال تاع الدول الصناعيه اللي احنا اون اون في بارتي كيل كو سوا باللي راهو سا كونسيرن كوميم شخص على 10. Donc, ce qui peut, c'est bzef, bien sûr que bzef. Hein. Donc à peu près c'est 20-30% de la société. و 10% منهم راحين يتلجاو ويوصلوا للمرحله تاع المرض اللي راهو لاستياتو هيباتيت. تما باش نفهم 20% من 10% دي 20-30% مش دي 100%. ستادير ملي عندهم لاستياتوز 10% منهم اللي راح يزيد يديفلوب. ايوه تما باش نفهموا المشاهد مليح، مع الاول يولي يكون عنده شحم في الكبده. هاد الشحم ما يدير والو ومن بعد يجي التهاب فوق منه اللي التم تولي المرض اكزاكت سي با كو شحم ما يدير والو سورتو الشخص اللي عنده شحم اللي راهو ما يدير والو ابسوليمون يعني بوغ اغيفي من بعد كان نلحقوا علاش نتكلموا عليها مي سي اكزاكتومون سا سيتادير نخليو هذا الشحم يتراكم انه من بعد راح يولي نوسيف سيتادير راح يعرض الكبده ما يوليش يدير فيها الالتهاب ومع الوقت نوليو حتى في لانسوفيزونس هيباتيك يعني انه الخلايا تاع الكبد ما توليش تقدر تقدم الوظيفه تاعها تما السمنه هي لا كوز برينسيبال واش كاين لي كوز وحده اخرين اون فادير كو السمنه على راس الاسباب باسكو نعرفوا باش نزيدوا في الوزن اوتوماتيكمون نحبوا السكر نحبوا الكغا وهادو الامور اللي يخليو انه راح يتراكم الشحم باسكو راح يكون بزياده في الجسم تاعنا اي مي ماهوش سبب وحده والمشكل او كاين التهاب واش يقدر ياثر على الكبده تاعنا باش المشاهدين يفهموا خت عبير اللي كان بزاف اللي ما يمدوش اهميه كبيره للكبده باسكو ما عبرناش ما با واش دير كنا نقدروا نفهموهم النتائج كنا نحلوا نافذه ومن بعد نعاودوا نرجعوا للاسباب بس ما كملناهاش داكور معليش معليش يا با بروبليم نرجعوا يعني هذا الالتهاب قلنا راح يدير تاثير على الخدمه تاع الكبد او كاين التهاب دايوغ لا بلوبار دو تان سي كوم سا كون بوز لو دياغنوستيك باسكو سي اون مالادي سيلونسيوز مرض سامت دونك حتى سي اون ديكوفيرت فورتويت المريض يدير ان بيلون بور اون اوتر كوز ولا يدير اون ايكوغرافي وتما يتبين باللي سوا عنده التهاب في الكبد تاعو سوا عنده شحمه في الكبد تاعو ومن اللي تبدا الاجراءات باسكو سي ا سمومون لا اللي راح يجي لا كونسلتاسيون نبداو غيالمون ناخذوه اون شارج دونك الالتهاب هذايا كيما نقولوا التهاب دونك اوتوماتيك راح تجينا لا فاز تاع لا سيكاتريزاسيون دونك اي فا يافور اون كونستيتيسيون تاع لا فيبروز وهذه لا فيبروز اوتوماتيكمون لكن ما نديرو اوكان ايفور راح غير تمشي وتزيد دونك لا فيبروز الفا فينير باغ ترانسفورمي لو فوا لي يمد لنا من بعد لا سيروز ولا سيروز نعرفوها اون فوا نلحقوا لها سي ايريفيرسيبل سيتادير ما نقدروش نرجعوا للور دونك سي ان مالاد لي لازم له كاريمون اون ترانسبلانتاسيون هيباتيك مع الوقت باسكو سي لا سول سوليسيون اكزاكتومون داكور تري بيان جوستومون على سوطينا شويه لو خلينا نعاود نولي العلاجات ديجا الادويه اللي نقدروا الاسباب بلوتو اللي مازال الوغ الاسباب قلنا عندنا لا بيرسون اللي عندها اون اوبيزيتي ديجا سمنه الناس اللي عندهم ديجا امراض اخرى نون غاست توجور دون لو سيندروم ميتابوليك مثل السكر زياده الشحم في الدم اكسيتيرا مي نقدروا باغ اكزومبل دي فوا يجينا مريض اللي عنده الوزن تاعو عادي ومالغري سا عنده الشحمه في الكبده تاعو يعني هادو ما يا دي بيرسون اللي عندهم اون بريديسبوزيسيون جينيتيك ولا ايزا سمنه بصح متراكمه اكزاكتومون في البطن تاعهم سي لوبيزيتي ابدومينال دونك هادو كامل il faudra les prendre en charge بون ميديكالمون كنا ناخذها في الفقره تاع العلاج جستما الحقل العلاج الوغ وشنو هما العلاجات اللي نقدروا نقترحوهم للمريض هذا استنى دقيقه اسمحوا لي والكحول انا قلنا سي ستياتو هيباتيت نو الكوليك يعني الكحول سبب واحد اخر تما ندخلوا في ليباتيت الكوليك فوالا تما جلوبالمون دكتور ميبوت عندنا لاستياتوز اللي تقدر تكون بسبب الكحول اللي هي لاستياتوز الكوليك نو لاستياتوز سي اون ريفيرونس لو غرا
C'est absolument, c'est l'hépatite. C'est l'hépatite, c'est-à-dire l'iltihab, soit ça peut être c'est le gras. Donc on est dans la stéatose, et plutôt la stéato-hépatite, ou l'alcoolite, mais c'est un peu l'hépatite. Très bien, parfait. Voilà. دوك سينو في اسمه الادويه واش نقدروا الوغ كاين بزاف الادويه منهم الادويه تاع السكر مثل لا ميتفورمين مثل الاستاتين اللي نستعملوهم بور بيسي لو تو دو غرا هذوك ايزون ايتي يوتيليزي مي مالوغوزمون ما عندهمش مفعول على لا فيبروز الالتهاب عندهم مفعول على الالتهاب بس ما عندهمش مفعول على لا فيبروز وفي الصح حنايا سي لا فيبروز اللي لازم نكسروها باسكو لا فيبروز مادام هتكون وراح تزيد هي اللي تدينا لا سيروز باغ لا سويت دونك ما عندهاش دواء مش ما عندهاش دواء كاين ادويه اللي راهم اون ديفلوبمون اي سون بروميتور مي مازالهم في مرحله التطور نون با اونكور فيناليزي لي زيسي تاعهم كاين بعض الادويه اللي استعملناهم كيما اللي قلتهم كاين باغ اكزومبل لا فيتامين او اللي كاينين بزاف اللي يستعملوها بصح يفو سافوار بلي لا فيتامين او باه تكون افيكاس لازم ناخذوها بون دوز تري فورت اي بوندون او موان دو زون وجوستومون طبيبه الجراحه وين هي بلاصتها في هذا الشيء كامل الجراحة هي رحنا معليش الجراحة نخليها جست بس كو بور دير بلي بارابور او ميديكامون سكون فا روتنيغ اون فا روتنيغ بلي فينالمون لازم نحسنوا في النمط تاع الحياة تاع المريض ستادير لازم نديروا له وقاية مش قبل الوقاية احنا نهضروا على المريض اللي عنده ديجا شحمة في الكبدة وعنده اللي تثبته في الالتهاب دونك لازم نحاولوا ان نقصوا في الميزان تاع هذا المريض وسورتو نكسروا لا سيدونتاريتي الكسل تاعو لازم نرجعوه تولي عنده بلوز او موان حياة رياضية فوالا باسكو لوبجيكتيف بوغ افواغ ان بون ريزولتا لازم نقصوا 5 الى 10% من الوزن الاول تاع المريض كي جا عندنا اون كونسلتاسيون ويفو مانتونيغ هذيك لا بيغ دو بوان او موان اون اني باش نقدروا نحسنوا في الخدمه تاع الكبده تاعنا. ونلحقوا دونك الجراحه. الوغ الجراحه اون فا لا بروبوزي بوغ لي بيغسون اللي داروا لو ريجيم مي افيك سا ما قدروش يفقدوا الوزن اللي مطلوب. دونك اي جينيرالمون سي دي بيغسون اللي عندهم اون اوبيزيتي موربيد. دونك عندهم سمنة مفرطة والبي ام اي تاعهم يجاوز 40 ولا 35 كي يكون عندهم اون بلوس امراض اخرى. اسمحوا لي بركه هنايا انا اندوكرينو على بها الجراحه هذه الحاجه المهمه بس ما نقدروش نمدوها لكاع الناس هذه وحده علاش؟ على خاطر كان غير باش نذكر المشاهدين باسكو يصيروا فيها بزاف غلطات هو انه الا ما كنتش داير ريجيم مليح ولا ما كنتش تتبع عن طبيب تاع التغذيه وجو فريمون درت كاع لي زيتاب اللي هضرت عليهم الطبيبه دوكا بالتفصيل يعني يعطيك صحه تم باش نلحقوا الجراحه ما تحوسوش على الحلول السهله خاطر الجراحه ما راهيش حل سحري او كونترير لو كان تندر عند واحد اللي ما يتبعش عند ماري التغذيه تقدر بالك تضروا اكثر ما تنفعوا دونك تبعوا مليح النصائح اللي قالت لهم الطبيبه سي جو سوي توت افي داكور باسكو يجوني اون كونسلتاسيون بزاف اللي داروا هكذا جراحه تاع لا شيرجي بارياتريك الوغ كي افي با اون انديكاسيون لي ام سي تاعهم دي فوا الي ابان ا 30 دي فوا راهم اون سوربوا ويديروا لهم هذه الجراحه يفو سافوار بلي دو تيغ تاع الاستوما راح يتنحى وكي يتنحى ما نقدروش نعاودو نرجعو دونك اون بو با فيفغ افيك اون بوتيت بورسيون الوغ كو ريالمون ريالمون سي اون شيرجي تري لورد اون بو با لا فير بور نيمبورت كي دونك سي امبورتون ديجا دو فير ان بون دياغنوستيك اون بون انديكاسيون باش نروحو لهذا النوع من الجراحه اي اونكور كيما قالها الزميل انو لازم نديرو كو ميم ان سويفي ميديكال بوركوا باسكو الاستوما تاعنا كلك سوا راح تتجعد ديكو تلحق الماكله دونك الناس اللي ما يسقموش من بعد الاكل تاعهم اوتوماتيكمون راح يعاودو يسمنو كيما قبل. يعطيك الصحه دكتور مي بوتون بارلون دو اكل جوستومون راح نجوزو دوكا لفقرة غذاء ودواء مع دكتور أمل. عودة لكم مشاهدينا في برنامج دكتور هيلب مع الفقرة اللي تعودتوا عليها فقرة غذاء ودواء. اليوم راح نحكوا على واحد سلوك بزاف منكم يمارسوه بلا ما على بالهم بالخطورة ديالو اللي هو التداوي الذاتي ولا لوتو ميديكاسيون. وشنو هي لوتو ميديكاسيون وشنو هما لي فورم تاعها اللي نقدروا نعملوهم بلا ما نكونوا جايبين خبر وثاني تو شنو هما لي زوتر تيب دوتو ميديكاسيون اسكو سا كونسيرن سولمون لي ميديكامون ولا لا لا
راح نشوفوا هذه الامور كامل في فقرتكم غذاء ودواء. دابور يفو لازم نتفهموا انه التداوي الذاتي ولا لوتو ميديكاسيون بالتعريف تاعها هو انه الانسان ولا المريض يروح يتناول ادويه ولا بدون استشاره الطبيب ولا الصيدلي، يعني ما يعاودش يولي للبروفيسيونيل دو سونتي ويروح ياخذ دواء يعني من الراي تاعو الشخصي. نجو نحكوا على لي فورم تاع لوتو ميديكاسيون خاطر كاين بزاف ربما طرق اللي ممكن نتوما تقوموا بهم وما على بالكمش باللي هادوك كذلك داخلين في لوتو ميديكاسيون والتداوي الذاتي اللي ممكن يكون عليه يعني مخاطر كبيره على الصحه تاعكم، خاصه اذا كنتم ديجا عندكم امراض تتبعوا عليها. اول يعني فورم ولا اول شكل تاع التداوي الذاتي هو يعني تو سامبلومون انك تحس ببعض الالم فتروح تتاخذ قرار انك تتناول بعض الادويه، نوتامون ربما دكتور حيرش يقدر يحكي لنا على بعض مسكنات الالم اللي ناخذوهم في حاله الم الضروس. كاين واحد لا فامي تاع لي ميديكامون اللي نتناولوهم بدون الاستشاره طبيب الاسنان. جوستومون احنا في الكابيني كل اشاك فوا اللي عنده توجع درستو يروح يشرب كلاموكسيل ويشرب لاغوفاميسين، الوغ كو هذوك مضادات حيويه سي دي زانتيبيوتيك ما عندها حتى علاقه مع السطر، ديجا ما يحبسوش السطر ويديروا لي ريزيستونس. تما المره كي يكون عنده باغ اكزومبل اون افيكسيون صح، راح نحكوا على مقاومه المضادات الحيويه. حكينا لي زونتي انفلاماتوار اللي الناس ربما تشربهم يعني لسبب انه تحوس تنقص من الالم، الوغ كو عندهم ربما مخاطر كبيره في طب الاسنان. شوفي لي زونتي انفلاماتوار هما مضادات الالتهاب، مثلا الالتهاب بليتو مضادات الالتهاب هذوما حين ينقصوا من المناعه ثاني. دونك يكون باغ اكزومبل واحد عنده انابسي ويزيد يشرب مضادات الالتهاب، واش راح يصرا سي راح يزيد في لابسي هذاك يولي ومام من بعد يقدر يدخل المستشفى على جالو ويقدر بعيد حتى يموت. مام سي يقول لك درسها والو ولا الاخر يحبس لك السطر مسا يقدر يدير لك مشاكل بزاف كثر. لازم نعرفوا انه الميكروب هذا جوستومون لو كان ما يتداواش في بلاصتو ممكن ينتقل الى الرقبه والى باقي اعضاء الجسم ويسبب مشاكل اكثر خطوره من هذاك لابسي دونتيغ اللي كنت قادر تداويه تو سامبلومون باستشاره طبيب الاسنان. دكتور امل سمحي لي بوغ تيرميني لو بوان هذايا، تسمى يقدر يحبط سوا الرقبه ولو ميدياستا ولا يقدر ثاني تطلع للدماغ ويسبب ثاني لابسي دو سافو. حاجه كيما يقول لك خطيره بزاف ولازم نحطوا لو بوان في هذه الحاجه. توتافي دكتور فلاوي. انا باغ حبيت نهضر على اللي مارسوا الرياضه ويجيوهم لي كورباتور ويشربوا لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان سوفون ثاني باش ينحوا هذاك السطر اللي يجيهم بعد لا سيونس تاعهم. هذه ثاني حاجه خطيره جدا لانه كيما نعرفوا رانا في اون بيريود دو بانديمي وهاد لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان يقدروا ياثروا على جهازهم المناعي ويخلوهم عرضه كبيره باش يجيهم الكوفيد. خاصه اذا كان ايفونتوالمون ممكن يكون يعني عندك اصلا فيروس ولا اي بكتيريا داخل الجسم ديالك وانت تشرب لها لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب اللي ينقصوا من رد الفعل المناعي الطبيعي تاع الجسم ديالك، حاجه اللي ممكن تسبب لك بمشاكل صحيه خطيره. نجوزو لا فورم الدوزيام تاع التداوي الذاتي هي بالنسبه للناس اللي يقول لك انا يا مرضت من قبل بنفس المرض وجوني نفس الاعراض، رحت عند الطبيب وصف لي الدواء الفلاني، فبالتالي اذا مرضت بهذا جوني نفس الاعراض نعاود نشرب نفس الدواء دون الرجوع الى الطبيب. نفس الشخص ممكن يكون مثلا قريب ديالو ولا شخص فرد من العائله تاعو اللي ممكن تناول جاوه نفس الاعراض وتناول عليهم الدواء فبالتالي يروح يتناول نفس الدواء اللي تناوله شخص اخر. هذه ثاني اون فورم تاع لوتو ميديكاسيون تداوي ذاتي هي انك تتناول هذا الدواء بدون الرجوع الى الطبيب ديالك. دائما جوست باسكو عندك نفس الاعراض ولا نفس لي سيمبتوم سافو با دير بليك عندك نفس التشخيص ونفس لو دياغنوستيك، فبالتالي ممكن تحتاج دواء اخر، ممكن المرحله اللي كانت يعني بالك مع التقدم في الزمن ولو عندك دي كونتخانديكاسيون يعني عوارض الاستعمال فما لازمش عليك تشرب دواء شربته من قبل جوست باسكو خدم فيك. والشكل الثالث تاع التداوي الذاتي هو بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا امراض مزمنه وندخلوا سكون ابل لو باسيون ايدوكي ولا المريض اللي عنده علم مسبق بالمرض ديالو، فيروح مثلا سواء يزيد في الجرعه تاع الدواء تاعو دون الرجوع الى الطبيب المعالج ديالو جوست باسكو يل كوني سا مالادي يعرف المرض تاعو يعرف التريتمون تاعو، فيروح سواء يعدل في الجرعه يزيدها ولا ينقصها وهذا شيء ممكن يشكل خطر كبير على الصحه تاعو. دكتور حوشين ممكن تحكي لنا بالك على الاختصاص تاعكم مرضى السكري خاصه اللي ممكن يقوموا بهذه السلوكيات في التداوي الذاتي. على بالك هذه ظاهره فريمون مشكل خطر سواء مرضى السكري
ولا مرضى لا طونسيون ولا كاين مرضى ثاني تاع الاعصاب ولا كاين الجلوكوم تاع العينين باغ اكزومبل ولا اللي عندهم ادويه نفسها ويبقى يعاود غير فيها نفس الدواء خطره زوج ثلاثه يقول لك الطبيب هذا انا كل ما نروح عنده يمد لي نفس الدواء ويقول لي راك مليح ويزيد يعطيني بلي زاناليز ويزيد علاش نروح عنده دونك يروح يعاود لوردونونس تاعو وخلاص. المشكله وين راهي هو انه معظم هذه الامراض ما فيهاش اعراض، يعني هو يقول لك انا طبيب نفسي، وين انت طبيب نفسك؟ احنا داير حنايا نعلموهم سيرتو في الديابات، نعلموهم كيفاش مثلا يطلع على الدوس على الانسولين، كيفاش يحبط، كيفاش يزيد الدواء، كيفاش ينقص، بصح بشرط انه علاش احنا نعلموهم؟ لاننا ضامنين بلي انا نشوفهم كل ثلاث شهور، يعني الا صرات كاش غلطه، الا تبدل الدواء تاعو، يا لو كان شويه ولا نقصان، هو ما حش يفيق لها، وحنا نلحقوا به نكوريجيو له الاخطاء هذيك ونديروا ثاني لي زاناليز في الوقت المناسب باش ما يلحقش للمضاعفات، دونك صح لازم يكون هو طبيب نفسه. هذه رانا احنا داكور معاهم بلازم يكون هو طبيب نفسه، لكن في اطار المحدد اللي عطاه له الطبيب تاعو. يعطينا الصحه. توتافي لازم دائما نعاودوا نقولوا للطبيب المعالج ديالنا، لازم بالك راح تطرحوا سؤال علاش رانا نحكوا بزاف على لوتو ميديكاسيون وشنو هما المخاطر تاع التداوي الذاتي، لازم نعرفوا بلي كاينه حاجه اللي تسمى بالجرعه الزائده ولا لوفر دوز، بحيث انه حتى هذاك الباراسيتامول يقدر يدير لك خطر على الصحه ديالك، بحيث انه اذا كفتنا تجاوزنا الجرعه المسموح بها اللي هي 4 غرامات في 24 ساعه ممكن انه الدواء هدايا يقدر يقيس لنا الكبد ديالنا بحيث انه الميتابوليزم تاعو يتم على مستوى الكبد. الحاجه الثانيه اللي ثاني تضرنا في التداوي الذاتي اللي هي التدخلات الدوائيه ولا لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز، بحيث انه انا اذا كنت نشرب ديجا دواء وتقررت يعني وحدي اني نشرب دواء اخر ونقوم بالتداوي الذاتي بدون الرجوع الى طبيب، فهاد الشيء ممكن يعرضني للخطر. نعطوا امثله، ربما بعض لي زاينس ولا لي زونتي مع مضادات تخثر الدم راح يقوموا بانيفي سينرجيك، يعني في زوج راح يزيدوا من ميوعه الدم، وهذا الشيء اللي ممكن يسبب لكم ديزيموراجي. لا ميم شوز بالنسبه للناس اللي تشرب الجلوكوفاج واللي يشربوا كذلك لو سيليستان اللي هو ثاني مضاد التهاب، ممكن يدير لكم اون بيرتورباسيون في لاغليسيمي تاعكم ولا اختلال في نسبه السكر في الدم تاعكم، وتولي تطلع الوغ كو نتوما فوزات بالك ديابيتيك وراكم تشربوا جلوكوفاج باش يخفض لكم من نسبه الدم، من نسبه السكر في الدم عفوا. هذا الشيء راح يشكل لكم يعني حتى انتم ما راحش تفهموا علاش راهو يطلع لكم السكر، والطبيب ديالكم كذلك، جوست باسكو قمتم بالتداوي الذاتي بدون العوده او استشاره الطبيب ديالكم. كذلك نقطه اللي حكى عليها دكتور حرش مقبل اللي هي مقاومه المضادات الحيويه ولا لونتيبيو ريزيستانس، بحيث انه الناس وهذايا مشكل عالمي، حيث انه الناس راهي تتناول المضادات الحيويه انارشيكمون بطريقه عشوائيه، هذا الشيء راح يخلي انه الجسم ما يستغلش المضادات الحيويه هذوما، وبحيث انه لازم دائما نطلعوا لو بالي، وكي دي ان انتيبيوتيك قوي معناها اثار جانبيه قويه كذلك. لوتو ميديكاسيون ولا التداوي الذاتي يعني ماشي غير فقط في الادويه ولكن حتى في الوصفات المنزليه، عندنا هنايا بعض لي زانغريديون اللي نستعملوهم ممكن نستعملوهم في المنزل كما الزعتر. دكتور غباشا عندك الزعتر والقرفه وصفه اللي بزاف الناس يستعملوهم خاصه في اضطرابات الدوره الشهريه، بحيث يقول لك انها اذا كان عندها ديبلوكاج هذاك تاع الدوره الشهريه، اسكو كل بوين يعني تقدر تفيدهم وتضرهم؟ هي ممكن صح يعني كي يشربوهم يشربوا هذا الاتزان هذوم يجيهم زعما الدوره الشهريه يوغا ان ديبلوكاج، بصح المشكل ممكن تكون عندهم ليموراجي، دونك دون تو لي كا لازم يعني يستشيروا طبيب قبل ما يشربوا ديجا هذا الاخر كما يقول لك العشب تيزان. فوالا لي تيزان اي لازم التشخيص دابور، فهمتي؟ دونك هذا ممكن كما قلتي يكون عندهم اوفر دوز ولا يديروا لي في كونترير، فهمتي؟ دونك ممكن يساعدوا بالاضافه، ولكن دائما اذا تجاوزنا بعض ربما الجرعات راح نوقعوا في مشاكل صحيه. كانت هذه فقره غذاء ودواء، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نعاودوا نقولوا لزملائي لفقره سؤال دكتور. دكتور امل هنا برك ماذا بيا نشاطر المشاهدين اون انيكدوت بيرسونيل فريمون بيرسونيل. كاين واحد الدواء اللي الناس كاع حاكرينو هدرتي عليه على كل حبس نعاود نركز عليه، هو باراسيتامول. باراسيتامول صح ما يضرش، بصح اللي يدخل عليه يشربو كيما حبه الحلوى باسكو راسو راه يوجع يقدر يضر له الكبد تاعو. كاين واحد انايا قريب ليا والله غير بالباراسيتامول دار يوناسي في زون سيباتيك ومات ربي يرحمه. دكتور غير باراسيتامول اسمح لي جوست ان ديرني بوان برك، لي باسيون اللي يشربوا سانترون وي كاين ان ريجيم اليمونتير سبيسيال لازم يريسبكتيوه، سلق ايتترا اي تو باسكو يبدل يدو وسيله كيما يقول لك سا بو بروفوكي دي زيموراجي تري امبورطانت
اي سا سي امبورطون فعلا راح نحكوا عليهم في حلقه خاصه باللي باسون اللي يشربوا مضادات تخثر الدم. نعاود نولي لكم زملائي. يعطيك الصحة دكتور أمل درويش على كل هذه المعلومات، الأكيد أنه الكل استفاد معك. والآن مشاهدينا الكرام انتقلوا إلى فقرة سؤال الدكتور. مشاهدينا وصلنا بكم إلى سؤال الدكتور اللي راح نشوفوه مع بعض. ألوغ نادية 30 سنة متزوجة منذ 3 سنوات ما عندهاش أطفال وطرحت 3 خطرات، هي متخوفة الآن من خوض تجربة مرة أخرى وتتساءل ما هو سبب هذا الإجهاض المتكرر وعلاجه. نادية لازم تعرفي أنه لافورتمون ولا الإجهاض هو كما معروف من قبل جميع الناس أنه المرأة تفقد الحمل ولا الجنين تاعها عادة في 3 أشهر الأولين. يلفو تعرفي وسي كو تقريبا كل النساء تجهض في حياتها مرة ولا مرتين وتقدر باغ لا سويت تجيب دراري نورمال. حنا نهضروا على الإجهاض المتكرر كيكونوا 3 خطرات مور بعضاهم، وهنا نبداو نحوسوا على السبة. دونك جينيرالمون الاسباب تاع الاجهاض المتكرر هي اون رابور افيك الوراثه، جينيرالمون من عند الزوج ولا الزوجه ولا الاثنين، ولا تكون تشوهات عند الجنين خصوصا تشوهات على مستوى يعني الجهاز العصبي. ايضا ممكن تكون دي مالادي عند الام، منها الالتهابات وامراض المناعه مثل كما يقولوا لا تيرويديت اوتو ايمين، لو ديابيت يعني السكري، ولا الكواتر، ولا حتى تخثر الدم. وممكن يكون أنه هناك مشكل في الرحم ذاته، يعني يكون فيه تشوهات ولا دي فيبرام. أنا ننصحك نادية أنه توجهي إلى أقرب طبيب أو طبيبة النساء والتوليد، هالطبيبة راح تقوم بفحصك، راح تمدلك تحاليل طبية وديلك فحص ليكوغرافي، هذاك الراديو تاع تيليفزيون اللي ممكن أنه يعني نديتكتي وبار لا سويت وشنو هو البروبليم، وتوجهك هي باش تصيبي حلول. نتمنى نادية أني بلوتو جاوبتك على سؤالك. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية عددنا لليوم من برنامج دكتور هيلب. نشكر الفريق الطبي وكل الضيوف اللي كانوا معنا وطاقم التقني. مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. ما تنسوش تراسلونا وتبعثونا تساؤلاتكم على مواقعنا للتواصل الاجتماعي اللي تبان تحت الشاشة. نضرب لكم موعد إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نقول لكم تهلاو في صحتكم.